لطلب الحصول على وجبات الطعام المجانية أو مخفضة الأسعار، أكمل تعبئة استمارة واحدة فقط لجميع أطفال الأسرة من الملتحقين في المدرسة. يمكنك استخدام التعليمات المتوفرة لمساعدتك في تعبئة الطلب. يحتوي هذا الفيديو على الكثير من المعلومات. إذا احتجت في أي وقت إلى إيقاف الفيديو مؤقتاً، إرجاعه أو إعادة تشغيله، فلا تتردد في القيام بذلك. تتوفر طلبات الحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة الأسعار على شبكة الإنترنت باللغة الإنجليزية فقط. تتوفر طلبات الحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة الأسعار عبر شبكة الإنترنت بلغات أخرى، ويمكن الوصول إليها على العنوان التالي وهو موجود في وصف هذا الفيديو. رجاء استخدام قلم أسود لتعبئة الطلب. ملاحظة: سيتم قبول الطلب الأصلي فقط ولن يتم قبول النسخ. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة عندها، يمكنك الاتصال على رقم الهاتف 703-813-4800. يجب تعبئة وإرسال استمارة طلب جديدة في كل عام دراسي لكي تنطبق عليك شروط الحصول على وجبات الطعام المجانية أو مخفضة الأسعار. إذا كنت تتقدم بطلب النيابة عن طفل مقيم مع أسرة حاضنة، بحيث تقع المسؤولية القانونية بشأنه على وكالة تقديم المعونات الحكومية أو على المحكمة، أو إذا كنت تتقدم بطلب النيابة عن طفل يعاني من التشرد، فلا توجد حاجة لتقديم استمارة طلب بشأنه. لمزيد من المعلومات والاستكمال الأجزاء 1, 3, 4, 5, و6، اتصل بمكتب ارتباط المشردين، مكتب ارتباط الأسر الحاضنة في مدارس FCPS على رقم 571-423-4332. إذا كان أحد أفراد الأسرة يتلقى إعانات من برنامج المساعدات بالإمدادات الغذائية سناب أو برنامج المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة تامف، أكمل الأجزاء 1, 2, 4, 5, و6. يرجى إكمال الأجزاء 1, 3, 4, 5, و6 لجميع أفراد الأسرة بما فيهم المسجلين في برنامج مساعدة المرأة والأطفال الرضع وقف العائلة. الجزء الأول: معلومات خاصة بالطالب. سوف يكمل جميع أفراد العائلة. الجزء الأول: اكتب الاسم الأول، الاسم الأخير، الحرف الأول من الاسم الأوسط، ورقم الطالب إذا كنت تعرفه لكل طالب في المنزل. قم بعد ذلك بإدراج تاريخ الميلاد، الشهر، اليوم، السنة، والمرحلة الدراسية لكل طفل. إذا كنت تقدم الاستمارة عن طالب مقيم مع أسرة حاضنة أو بلا ماوى أو مهاجر أو هارب، ضع علامة في المربع المناسب واتصل بمكتب ارتباط المشاردين، مكتب ارتباط الأسرة الحاضنة التابع لمدارس FCPS للحصول على المزيد من المعلومات. الجزء الثاني: هذا القسم مخصص لمستلمي إعانات سناب أو تام. في هذا القسم اكتب اسم الشخص ورقم ملف الحالة لأي فرد من أفراد الأسرة بما في ذلك الأشخاص البالغين الذين يتلقون إعانات سناب أو تام. ينبغي أن يكون رقم ملفك بين 7 و12 رقما. إذا كانت عائلتك تتلقى كل من مزايا سناب وتام، عندها استخدم رقمك التعريفي للحصول على إعانات سناب. الجزء الثالث: الدخل. التعليمات التفصيلية لهذا القسم متوفرة في الجزء الخلفي من الطلب. ابدأ بالإبلاغ عن الدخل لجميع أفراد الأسرة المذكورين في القسم الأول. يحصل الطلاب أحيانا على دخل. يرجى تضمين إجمالي الدخل الذي يحصل عليه أفراد الأسرة في القسم الأول وعدد مرات استلام الدخل. الآن قم بإدراج اسم وعمر جميع أفراد الأسرة الآخرين بما فيهم أنت وأطفال آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم في الجزء الأول. الآن سوف تقوم بتعمل إجمالي الدخل المستلم من مصادر مختلفة. قم بإدراج كل نوع من أنواع الدخل الذي تم استلامه وعدد مرات استلامه: أسبوعياً، كل أسبوعين، مرتين في الشهر أو شهرين. في حال ترك أي مربعات فارغة فسيتم احتسابها على أنها صفر. تأكد من كتابة إجمالي الدخل وليس المبلغ الصافي الذي تحصل عليه. إجمالي الدخل هو المبلغ الذي تحصل عليه قبل استقطاع الضرائب وباقي الخصومات الأخرى. يمكن الاطلاع على إجمالي الدخل في قسيمة راتبك أو يمكن لصاحب العمل مساعدتك في إيجاد هذه المعلومات. اجعل لون الدائرة غامقا بجانب المبلغ الذي يبين عدد مرات استلام الشخص للراتب. إذا كان الشخص يستلم التعويض المدفوع إلى العمال أو البطالة أو إعانات الإضراب عن العمل، عندها ينبغي تضمين ذلك في حقل الدخل المستلم من العمل. لا تذكر المخصصات المالية باعتبارها دخل إذا كنت من العوائل العسكرية ضمن مبادرة خاصة الإسكان العسكريين أو تحصل على تعويضات عن المشاركة في القتال. يجب أن تذكر المخصصات الأساسية للسكن إذا كنت تقيم خارج القاعدة. بالإضافة إلى ذلك اكتب الدخل بعد استقطاع مصاريف العمل أو المزرعة، وذلك تحت خانة الإيرادات من العمل إذا كنت من ذوي الأعمال الحرة. بعد ذلك قم بالإبلاغ عن الدخل الذي يحصل عليه الشخص من المساعدة العامة أو إعانة الطفل أو النفقة وعدد مرات استلامه. لا تذكر الدخل الوارد من برنامج سناب وبرنامج مساعدة المرأة والأطفال الرضع وغير الرضع وقت أو إعانة التعليم الفيدرالي أو دفعات الحضانة التي تستلمها العائلة من الوكالة المانحة. أخيرا قم بالإبلاغ عن الدخل من المعاشات التقاعدية، التقاعد، الضمان الاجتماعي، دخل الضمان التكميلي وإعانة المحاربين القدامى. في القسم الأسفل من الجزء الأسفل اكتب العدد الإجمالي لأفراد الأسرة الطلاب بالإضافة إلى أفراد الأسرة الآخرين. الآن ينبغي أن يقوم الشخص البالغ الذي يمنع النموذج بتضمين آخر 4 أرقام من رقم الضمان الاجتماعي الخاص به أو وضع إشارة في المربع إذا لم يكن لديه رقم ضمان اجتماعي، أو إذا كنت تتقدم بطلب مستخدم رقمك التعريفي لبرنامج سناب أو تام، أو كنت تتقدم بطلب النيابة عن طفل مقيم مع أسرة حاضنة عندها لن تحتاج إلى تضمين رقم الضمان الاجتماعي الخاص به. الجزء 4: الموافقة على مشاركة المعلومات. إذا كان لديكم أطفال مؤهلين للانضمام إلى البرنامج الفيدرالي الخاص بالحصول على وجبات طعام مجانية ومخفضة الأسعار، فقد يكون مؤهلين أيضا للمشاركة في برامج أخرى تقدمها مدارس مقاطعة فيفاس الحكومية بدون دفع الرسوم الواجب الاشتراك فيها أو دفع عجود مخفضة. إذا كنت لا ترغب في مشاركة حالة أهلية طفلك، ضع إشارة في المربع لا أرغب في مشاركة حالة أهلية طفلي مع البرامج المدرجة.
ضع إشارة في حقل نعم إذا كنت ترغب في مشاركة أهلية الطالب مع جميع البرامج أو يمكنك اختيار برامج محددة. الجزء 5 التوقيع ومعلومات الاتصال. ينبغي على جميع العوائل تعبئة القسم 5. يرجى تضمين عنوان العائلة، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. سوف يساعد ذلك في حال وجود أي مشاكل في طالبك. بعد ذلك سوف يتوجب على الشخص البالغ الذي قام بتعبئة الاستمارة كتابة اسمه، التوقيع، ثم كتابة التاريخ. الجزء 6 إذا كنت لا ترغب في مشاركة أهلية طفلك مع برنامج ميديكيد وبرنامج التأمين الصحي للأطفال في ولاية فيرجينيا المسمى 5، ضع إشارة في مربع لا. إذا كنت ترغب في مشاركة تلك المعلومات عندها أترك الحقل فارغا، لن يؤثر قرارك على أهلية الطفل في الحصول على وجبات الطعام المجانية أو مخافة الأسعار. يمكن تسليم الطلبات المنجزة إلى مكتب خدمات الطعام والتغذية أو إرسالها بالبريد إلى مكتب خدمات الطعام والتغذية. حالما يتم استلام الطلبات سوف يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 أيام لتمشية الطلب.